نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسرور بارزاني يقول أن هناك رغبة كبيرة على المنتجات المحلية لإقليم كردستان. وأربيل تحتضن اجتماعا لممثلي المؤسسات الدينية لتعزيز الخطاب الديني المعتدل. ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 8525 فلسطينياً، وحماس تؤكد بدء الهجوم البري. خلال تشييع أرميتا جراوند، السلطات الإيرانية توقف المحامية نسرين السودا. وعشرات القتلى في أسوأ حادث انفجار منجم بتاريخ كازاخستان.